كيف هي الاستعدادات في جوامع الأردن لاستقبال المصلين غدا؟ لذلك ينضم معنا مراسل الإخبارية عبد الله الخوالدة. عبد الله، ما هي الاستعدادات والإجراءات التي يجب على المصلين والأئمة أيضا الالتزام بها؟ نعم، في البداية سمحت الحكومة الأردنية اعتبارا من يوم غد بأداء صلاة الجمعة فقط لدراسة مدى التزام المصلين بشروط السلامة العامة ولقياس المنحنى الوبائي ونشاط المنحنى الوبائي، وبعد ذلك يتم اتخاذ القرار المناسب بشأن بقية الصلوات. أيام الجمعة في الأردن هي أيام حظر شامل كما جرت العادة منذ بداية انتشار جائحة كورونا، لذلك قامت الحكومة الأردنية بتعديل إجراءات الحظر الشامل يوم الجمعة والسماح للمواطنين بالخروج سيرا على الأقدام اعتبارا من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 2 ما بعد الظهر لأداء صلاة الجمعة والوصول إلى المساجد بكل سهولة ويسر. وزارة الأوقاف الأردنية اتخذت سلسلة من الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء أداء الصلوات، وتشمل هذه الإجراءات وضع علامات لكل مصلي للوقوف عليها لضرورة ضمان التباعد الاجتماعي ومنع اصطحاب الأطفال ما دون السن 14، بالإضافة لإلزامية إحضار سجادة صلاة لكل مصلي وإلزامية ارتداء الكمامات والكفوف الطبية، بالإضافة لمنع استخدام المرافق العامة في المساجد وأن يكون الوضوء من المنازل والذهاب إلى المساجد، بالإضافة إلى منع التقبيل والمصافحة والابتعاد الاجتماعي وتزويد كل المساجد في المملكة بالمعقمات والمطهرات الشخصية. طيب، بالنسبة للتنقل من المنزل إلى المسجد، هل من تفاصيل عبد الله؟ التنقل، الحكومة الأردنية كانت واضحة في خصوص هذا الموضوع، يمنع التنقل إلا سيرا على الأقدام، يمنع استخدام المركبات، لذلك على جميع المصلين الذهاب إلى المساجد مشيا. وأيضا الحكومة الأردنية نصحت كبار السن ومن يعانون من سير مرضية بعدم الذهاب إلى المساجد. أنا أشكرك جزيل الشكر، مراسل الإخبارية من الأردن عبد الله الخوالدة، شكرا جزيلا لك.